هنبدأ بأول جزء. زي ما قلنا هنتكلم عن البلاتيهلمنسيس أو الديدان المفلطحة. والديدان المفلطحة زي ما قلنا هما عيلتين كبار، عيلة اسمها تريماتودا أو الديدان الورقية، وعيلة اسمها سيستودا أو الديدان الشرطية. العيلة اللي هي التريماتودا هنتكلم منها على عيلة اسمها الفاشيولا، ومنها هنتكلم عن الفاشيولا هيباتيكا اللي هي الديدان الكبدية. الهابيتات يعني المكان اللي بتعيش فيه الدودة. الهابيتات عندي هنا للفاشيولا هيباتيكا البيلاري تراكت اللي هي القنوات المرارية في الكبد. بعد كده يا شباب الديدان عندنا بتمر بأطوار مختلفة في أثناء دورة الحياة بتاعتها. الأطوار دي اسمها ستيجز، وكل ستيج بيبقى له شكل معين وشيء معين بيميزه. الدياجنوستيك ستيج بالنسبة للفاشيولا هيباتيكا هو الإنج. يعني ايه الدياجنوستيك ستيج؟ يعني الستيج أو الطور اللي في حياة الدودة دي، اللي أنا لما بشوفه بعرف أشخص إصابة الشخص ده بالدودة الفلانية. فهنا أنا لما بشوف الإج هي الدياجنوستيك ستيج بتاعتي في تشخيص الإصابة بالفشولة هيباتيكا. بعدين الإنفكتيف ستيج يعني الطور اللي مسؤول عن نقل العدوى للإنسان. فالإنفكتيف ستيج عندي في الفشولة هيباتيكا حاجة اسمها الإنسيستد ميتا سيركاريا أونجراس، وهنشوفها دلوقتي في الشرح. زي ما قلنا يا شباب ان احنا بنتكلم عن التريماتودا اللي هي الديدان الورقية، وخدنا منها عائلة الفاشيولا، ومن الفاشيولا خدنا الفاشيولا هيباتيكا او الدودة الكبدية. هلاقي ان هي لارج تريماتود، حجمها من 3 ل 8 سنتي. ليف لايك يعني شبه ورقة الشجر. زي ما قلنا هي ديدان ورقية فهي فعلا شكلها شبه ورقة الشجر. بعد كده قلنا ان الديدان دي بيبقى ليها اعضاء تثبيت بتثبت الدودة في جسم الكائن او العائل اللي هي هتعيش عليه. بالنسبة لاعضاء التثبيت في الفاشيولا هيباتيكا حاجة اسمها سكر يعني ممصات. هلاقي عندي 2 سكرز، اورال سكر موجود قدام، هنشوف الكلام ده في السلايد الجاي على الرسمة، وفنترال سكر ده موجود في الوصلة بين الانتيريور كون وباقي الجسم بتاع الدودة. بعدين الجهاز الهضمي للدودة هلاقي ان هو بعد الماوث اوبننج اللي هي فتحة الفم بيبقى عندي اسوفيجس اللي هو المريء، والمريء متحوط بالعون اللي هو الماسكولار فارينكس، وبعدين بيتقسم لتو انتستاينال سيكا. بالنسبة للجهاز التناسلي في الدودة فالفاشيولا هيباتيكا هيرمافرودايت. يعني ايه هيرمافرودايت؟ يعني فيها اعضاء مذكرة واعضاء مؤنثة. يعني الدودة نفسها فيها النوعين، مفيش دودة مذكر ودودة مؤنث، لا الدودة الواحدة فيها both الميل والفيميل جينيتال اورجان. فهلاقي عندي التو برانش تيستيسس، وعندي الاوفري، وعندي كويلد يوترس اللي هو بيفتح في الجينيتال اور جنب الميل اوبنينج. في السلايد دي هنشوف شكل الفاشيولا هيباتيكا. زي ما قلنا هي ليف. بعدين هنشوف الفاشيولا سبيتشيس ايج. زي ما اتفقنا ان الايج هي الدياجنوستيك ستيج، يعني الطور اللي انا لما بشوفه بعرف اشخص اصابة الشخص ده بالفاشيولا. بالنسبة لأي ايج عندنا في الطفيليات احنا بنتكلم عن حاجة اسمها 4 S's و 2 C's، يعني 4 حاجات او 4 صفات ليها بتبدأ بحرف الاس، وصفتين ليها بتبدأ بحرف السين. بالنسبة للفور اسس عندي السايز والشيب والشيل وسبيشيال كاركترز، والسيز واحدة الكالر وواحدة الكونتنت. طيب بالنسبة للايج بتاعت الفاشيولا اول اس عندي اللي هي السايز هي لارج سايز، هلاقيها من ضمن الايجات الكبيرة عندي في المنهج. طيب الشيب اوفال ان شيب، بيضاوية الشكل زي ما احنا شايفين كده. الشل يعني الجدار المحوط البيضة هلاقيه في الفاشيولا thin shell. السبيشيال كاركترز الايج فيها حاجة اسمها اوبيركولم اللي هو المفتوح من فوق كده زي فتحة براد الشاي. التو سيز، السي الاولى اللي هي الكالر هلاقي ان لونها يلوش جرين شبه لون البايل اللي هي العصارة بتاعت البايل داكت اللي هي بتاعت القنوات المرارية، عشان هي موجودة فيها فهي بتبقى واخدة لونها كده.
يلوش جرين، والكونتنت فيها 1 سيل ستيج امبريو اللي هو الجنين اللي موجود جوه الايج. بعد كده الطور اللي بعد كده اللي هو الانفكتيف ستيج زي ما اتفقنا، او الطور المعدي او الطور المسؤول عن نقل العدوى بالفشيولة للانسان، اسمه ايه؟ انسيستد ميتاسيركاليا اون جراس. هلاقي ان هي عبارة عن دايرة كده متحوطة بسيك هول وجواها البودي اوف ذا سيركاليا اللي هو الطور اللي بعده. فالشريحة بتاعتي هيبقى ايه؟ زي ورق الشجر الاخضر كده وعليها دايرة اللي هي الانسيستد ميتاسيركاليا. لسه مكملين في التريماتودا او الديدان الورقية، وهناخد منها عيلة تانية اسمها عيلة بعدين هنا بشوف الديفلوبمنتال ستيجز او الاطوار بتاعة الدودة. زي ما قلنا الشستوزوما بيبقى عندي ميل. بالنسبة للشستوزوما في ميل هلاقي ان هي بتبقى سيلندريكال. الصورة دي بتوضح الشستوزوما هيماتوبيوم ميل اند فيميل انكوبيولا. هنا هنشوف الايج بتاعة الشستوزوما هيماتوبيوم، وزي ما بالنسبة للشستوزوما مانسوناي ايج هي شبه الشستوزوما هيماتوبيوم. بعدين الانفكتيف ستيج بتاعة الشستوزوما اسمها فاركوسيركس سيركاريا. هنتكلم عن العيلة التانية من الديدان المفلطحة. السلايد دي بتوضح الشكل العام للديدان الشرطية. نيجي لللايف سايكل بتاعة السيستود. السيستود من اشهر الديدان الشرطية. الدودة من عيلة اسمها التينيا ساجيناتس كولكس. احنا قلنا الدودة الشرطية ليها التينيا سوليوم سكولكس بيبقى جلوبيولار برضو ان شيب. بعد كده الماتيور سيجمنت بتاع التينيا زي ما قلنا دي. بعد كده زي ما اتفقنا ان الجرافيت سيجمنت بتبقى ان بعد ما حصل فيرتلايزيشن التينيا سوليوم جرافيت سيجمنت شبه بتاعة التينيا ساجيناتا بس مختلف عن. بعد كده الايج بتاعة التينيا سبيشيوس زي ما قلنا في دورة الحياة بتاعة التينيا بيبقى عندي انترميديت. بعد كده عندنا دودة اسمها الهايموليتس نانا، ودي مشهورة خالص في الأطفال. دي السكوليكس الراس بتاعة الهايموليتس نانا بتبقى، وده شكل الجرافيت سيجمنت بتاعة الهايموليتس نانا بتبقى مستطيل. السيست بتاعة الهايموليتس نانا بتبقى اسمها سيست. الايك بتاعة الهايموليتس نانا بتبقى راوند تو اوفل. بعدين في دودة عندي اسمها ايكاينوكوكاس جرانيلوزس. الدودة دي الايكاينوكوكاس جرانيلوزس زي ما قلنا ان هي بتعيش في الدج. زي ما قلنا اللارفا ستيج بتاعت الايكاينوكوكاس جرانيلوزس، وده شكل الهايدريتد سيست على الطبيعة وهي متشالة جراحيا من